حلقة الأسبوع مع أبرز أخبار النجوم العرب. شوق الممثل السوري تيم حسن الجمهور لفيلم الهيبة المرتقب إطلاقه يوم 29 من شهر أيلول الحالي، ونشر تيم مقطع فيديو جديد عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بيتضمن مشاهد جديدة من فيلم الهيبة. الجدير بالذكر أنه الفيلم بيوصل ختاماً لمسلسل الهيبة بعد 5 مواسم من العرض من إنتاج شركة الصباح إخوان وإخراج سامر البرقاوي، وبيشارك فيه عدد كبير من نجوم الدراما. ونشر الممثل التركي كانان شوبان مؤخراً المعروف بعبد الحي اليد اليمنى لمراد بالمسلسل التركي وادي الذئاب صورة بتجمعه بالممثل السوري تيم حسن، معلناً مشاركته بفيلم الهيبة اللي تم تصويره بإسطنبول. أطلق الفنان اللبناني جوزاف عطية أغنية جديدة لإله عبر قناته الخاصة على يوتيوب بعنوان جمالة، لقى التفاعل كتير كبير من قبل الجمهور فور إطلاقه. الأغنية من كلمات وألحان نبيل خوري، لإنتاج الموسيقي لسليمان دميان وإخراج ياس فريفر. عزيزة علي كتير وعمري ما حنسى وقفتها معي في كل في الحلوة وفي المرة من غير تفاصيل. غيتا. بعد ما أعلن الفنان المغربي سعد المجرد زواجه من حبيبته غيتا، انتشرت العديد من الصور للأخيرة واللي أظهرت أنه سعد كان على علاقة معه من فترة طويلة جداً، وأنهم مروا سوا بالعديد من الظروف وساندته بكل الأمور والقضايا يلي حصلت معه قبل ما يقرر الارتباط فيها رسمياً. الثنائي عقد قرانه، إلا أنه الزفاف رح يكون حسب المعلومات المتداولة هيدا الشهر، لكن مش معروف بعد أي يوم. الحلق اللي عامل قلق أعذر قلبي لو اتسرق. من جهة تانية عم بتحقق أغنية الحلق للفنان المغربي سعد المجرد نجاحات واضحة بعد 4 أيام من طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب، ووصل عدد المشاهدات على فيديو كليب الأغنية لأكثر من 2 مليون مشاهدة. شارك الممثل السوري سامر المصري فيديو جديد عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال الفيديو وثق سامر المصري التفاعل الكبير يلي أبداه الحضور خلال العرض الأول لفيلم نزوح مع الممثلة كندا علوش ضمن فعالية مهرجان فينيس السينمائي الدولي بدورته 79 بإيطاليا. كذلك أرفق المصري الفيديو بتعليق قال فيه: تصفيق حاد استمر لأكثر من ربع ساعة عقب انتهاء عرض فيلم نزوح لسامر المصري وكندا علوش للمخرجة سقدت كنعان بعرضه الأول بمهرجان فينيس الدولي.